زي ما قلت لحضراتكم على قدم وساق كل الزملاء متواجدين في الإمارات العربية المتحدة عشان نقرب من كل التفاصيل وكل الكواليس، سواء في قصة الجماهير وإنسابية دخولها إلى ملعب المباراة ملعب محمد بن زايد، أو حتى الأمور الفنية داخل النادي الأهلي إضافة إلى الأمور الفنية داخل نادي بيراميدز. ده من خلال مجموعة من الزملاء الأعزاء المتألقين والمتواجدين داخل الإمارات العربية المتحدة، إبراهيم عمر وأحمد حازم وأحمد خيري وأحمد كوان. هبدأ مع إبراهيم عمر طبعا اللي بدأت الحديث عنه، واحد من النجوم الزملاء الأعزاء المتواجدين مع مقر إقامة النادي الأهلي. أحمد حازم متواجد مع نادي بيراميدز، وأحمد خيري متواجد حاليا داخل ملعب محمد بن زايد بالإضافة إلى أحمد كوان. ولكن هبدأ مع نادي بيراميدز والزميل العزيز أحمد حازم. يعني بمس عليك يا أحمد وبقول لك جمعة مباركة، وأكيد عندك تفاصيل كتيرة جدا من خلال استعدادات نادي بيراميدز، وتابعت طبعا لقاءاتك مع الجهاز الفني وكابتن هاني سعيد ومحمود فتح الله عن مدى الصعوبات اللي عند بيراميدز، ولكن خلاص باقي ساعات قليله جدا على المباراه. اقرب معاك ومع الساده المشاهدين نعرف كده ايه اللي بيدور داخل نادي بيراميدز، الامور الفنيه، استعداداتهم لهذا اللقاء، اكيد من خلال كلماتك الان الى الجمهور المصري عبر شاشات اون تايم سبورتس. مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد غانم، وجمعة مباركة طبعا على كل مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. وخلاص يعني زي ما غانم كان بيقول ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن السوبر المصري. طيب ايه الاخبار، ايه الكواليس، ايه اللي بيدور داخل جدران نادي بيراميدز؟ طيب نبتدي مع حضراتكم من بداية اليوم النهاردة. نادي بيراميدز اللعيبة جمعت بعض وعملوا يعني زي قاعدة كده بينهم وبين بعض، اتكلموا فيها عن المباراة وحمسوا بعض، وطبعا كان الكباتن بتوع الفرقة ليهم دور في هذه الجلسة اللي ما استغرقتش حوالي 10 دقائق. بعد كده اتجهوا على مسجد محمد بن زايد، اللعيبة طبعا صلوا صلاة الجمعة هناك. واللقطة اللي أنا عايز أقف عندها واللقطة المهمة المضيئة اللي أنا شفتها النهاردة واللي طبعا إن شاء الله هنعرضها لحضراتكم في خلال اليوم، وهي جمهور النادي الأهلي وهو بيلتقط الصور التذكارية مع لاعبي نادي بيراميدز وخصوصا رمضان صبحي. ده إن دل عن شيء فبيدل على مدى وعي الجمهور المصري، ودايما الرهان على الجمهور المصري كسبان. الناس بترحب بلاعبي نادي بيراميدز بشكل اكثر من رائع، وبتتعامل معهم معاملة يعني هزار، وبيلتقطوا معهم صور تذكارية. دي الروح الطيبة، دي الروح اللي دايما بنتمنى ان احنا نشوفها سائدة في الرياضة المصرية. بعد كده اللعيبه رجعت على الفندق. في اللحظات اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي، جيمي باتشيكو المدير الفني طبعا والجهاز الفني بالكامل لنادي بيراميدز قاعدين دلوقتي في غرفه الاجتماعات اللي تم تخصيصها من قبل اداره الفندق طبعا ومجلس ابو ظبي لنادي بيراميدز عشان يعملوا فيها المحاضرات الفنيه. جيمي باتشيكو مخصص 45 دقيقه كامله محاضره فيديو للعيبه. بعد محاضره الفيديو ديت اللعيبه هتنزل على المطعم هنا في الفندق وهتتناول وجبه الغداء. من بعد هذا طبعا او من بعد وجبه الغداء هيكون في 3 ساعات بريك كاملين راحه تامه للعيبه، ده طبعا بالتنسيق مع باتشيكو. طلب من اللعيبه راحه تامه، محدش ينزل من اوضته لمده 3 ساعات راحه لكل لاعبي الفريق. بعد كده هيكون في ميتنج مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وطبعا هو المفوض من قبل ملاك النادي في كل شيء يخص نادي بيراميدز، وعامل شغل رائع مع الفريق، متواجد معاهم في كل حته، بيساند اللعيبه، كان في طبعا في المطار اول من وصل، بيحاول ان هو يذلل كافه العقبات للاعبي نادي بيراميدز. كل الامكانيات متاحه طبعا في ظل وجود مالك نادي بيراميدز هنا في دوله الامارات وهو اماراتي ايضا الجنسيه، فبالتالي ممدوح عيد هيجتمع باللعيبه لمده ربع ساعه قبل ما يتوجهوا الى فندق من الفندق الى مقر استاد محمد بن زايد، التحفه المعماريه اللي هتشهد هذه المباراه، التحفه المعماريه اللي احنا فعلا هنستمتع بيها النهارده عبر شاشات اون تايم سبورتس. اهم ما جاء في كواليس نادي بيراميدز هو تاخر مصطفى فتحي عن الفرقه، ده بسبب بعض اجراءات ورق التجنيد الخاص بيه، وبعد ذلك لحق بالبعثه
في تمام الساعه 5 صباحا بعد ما نادي بيراميدز وصل بحوالي 4 أو 5 ساعات. اتكلمت امبارح يا غانم مع جيمي باتشيكو ومع هاني سعيد المدير الرياضي ومع كباتن فرقه نادي بيراميدز طبعا على هامش مران الفريق. نادي بيراميدز على فكره مرانه الاساسي ما كانش هنا في ابو ظبي في الامارات، مرانه الاساسي كان في ملعب الدفاع الجوي. التمرينه بتاعت امبارح اقتصرت بس على بعض الجمل التكتيكيه اللي جيمي باتشيكو حابب ان هو ينفذها خلال المباراه، وكان في تركيز بشكل كبير جدا على ركلات الجزاء. الناس بتقول لي ان هم دايما شايفين الجانب المضيء من المباراه، شايفين ان هي ممكن تكون فرصه ان هم يعوضوا الموسم، يعوضوا طبعا الاخفاق بتاع هذا الموسم سواء بالاقصاء من الكونفدراليه وكانت مفاجاه كبيره لينا، او فارق النقاط الكبير خلاص او اللي اتسع بينه وبين النادي الاهلي. فحتى كمان جيمي باتشيكو بيقول لي انا ممكن اقعد اعد السلبيات مش هخلص، لا انا عايز اركز على الايجابيات، معايا لعيبه كبيره معظمهم اكس اهلي وزمالك، لعيبه دوليه خدت افريقيا قبل كده، فهستغل هذه الخبرات. من اهم الحاجات اللي انا سالت فيها جيمي باتشيكو هو عنصر الجمهور اللي هيكون في صالح النادي الاهلي بشكل واضح وصريح. يعني لا اخفيكم سرا، لغايه امبارح بالليل كان حوالي بتاع 30,000 تذكره. فجيمي باتشيكو قال لي انا اللعيبه بتاعتي لعبت تحت ضغط كبير لفترات طويله جدا، فانا مش خايف من الجزئيه ديت، انا بس ايه كل اللي هممني ان احنا نلعب كره قدم جيده. غانم هنا من فندق اقامه نادي بيراميدز في ابو ظبي، اليك تفضل. كل الشكر للزميل العزيز احمد حازم، طبعا كفيت وفيت كل التفاصيل الصغيره والكبيره كمان عن فريق بيراميدز الحقيقه اتكلم فيها احمد واستفاض سواء الامور الفنيه او حتى رحله الفريق الى جنوب افريقيا وما تلاه ايضا من امور اداريه بتخص فريق بيراميدز.